إصابة مدني بقصف مسيرة للاحتلال التركي ريف كوباني، ومدفعية الاحتلال تستهدف قرية بريف تل تمر شمال شرق سوريا. قوات سوريا الديمقراطية تعلن إلقاء القبض على متزعم بتنظيم داعش بريف دير الزور شرقي سوريا. إصابة 4 عناصر من الفصائل الإرهابية باقتتال داخلي في مدينة عفرين المحتلة شمال سوريا. مقتل 4 ضباط بقوات الحكومة السورية بهجوم لداعش شرق حمص وسط البلاد. الدبابات الإسرائيلية تواصل توغلها في شمال وجنوب قطاع غزة مع احتدام القتال مع الفصائل الفلسطينية. مدفعية النظام التركي تستهدف عدة مناطق في محافظة دهوك بإقليم كردستان. الغزواني يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، واحتجاجات في نواكشوط بعد دعوة مرشح رئاسي لعصيان مدني.